خل التفاح، روح خل التفاح. دخلت على التفاح. هذا مش عشينا. ولا هيا قول لها ولا شو بس كرك هاي ولا بس اسمك غال هذا شنو هذا هذه حبة البركة زيت حبة البركة هذه اللي يدعو بها هذه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم السلام صح وهذه السمسم هذا الجنجلان واللي حداها هذه هاي كاع بركة هذه كاع واه كاين خا تشوف واحد تاع الجزائر كاين خا تشوف وراه تاع ترك تحتاني تاع ترك واه ترك وفوقاني تاع بلاد واه الابيض هذا زوج الشباب هذا غير شباب هذا غير الاحجام تبدل وشحال الليل السومه 57 كل واحد كاين نص كاين بوح كاين ما كاع كيف كيف بعدا هنا واه أكثر عدد ديك صغيرة واه هذه شحال كبيرة هذه 28 وهذه 57 وتشوف شو الأخرى هي ثاني هذه صح الله يحفظك الدنيا اللي راه تشوفها فيها الله تما طابونات ما كانش ايه هو مازال داك نجيبو يا معليش هذا ما كاينش خلاني غادي لنا شحال هادي هادي وحده صغيره تيستي بيها شباب انا عندي سال لتر عندي في الدار سال لتر مليح سال لتر كانت ويمين كانت صافي 80 ميل سال لتر يدير 550 550 والطروا لتر يدير 330 وهذاك حسن الحر هذا الحر عطيني واحدة من هذه تاع 57 شحال فيها هذه نص سيترا سيترا صح حية زينة وكاليتي شحال داير هذا؟ هذا كيدير 95 هذا تاع من بالعباس هذا؟ اه بالعباس غالية الحلية اللوبي راه داير 45 واه باش تصور حنا اللي يزيدوا صح ولاني غلط جيت هذه بصح هذه واه مليح يغمس وياكل ابي يغمس يغمس ويكسر واعش اه لا هذه لا كاش البصل قريب ولا حاجه اه والله شان داير الزيتون ها هو مليح وينجس مادام ما ينجس مادام هي الشاب الشاب مادام ما يطول مادام مزيان زيت زيتون أيوة روبر جامد يا المان بس كيف جاوا يكملوا أيام كان ولا ما تعطينا ولا تهدي يا شنو تقول شاب لا تعطينا تقول لنا لا لا خلاص الطابون هذا مليح أنا صح هذا كان جيبه فيولي لك أحلى كحلى عندنا ميزان عندنا مشرع واو كان واو واو عندنا إيه واو هاي وريني شو دور بسم الله دور انا بسم الله زيتون نروح له لا غير الماء والملح هذا ما فيه لا ولا بلا بلا دواء زيتون تبيعوا ان شاء الله بيعوا مزيان مزيان واعطيه ما كيما تبغي كان من بامبي هو كاروت ما تنساوش شحال لا كاروت 100 كيلو كما نقولوا كاروت متبغيش بها 100 بنت سنه صافاش هذا مش اللحي بال الماء والملح طيب ضيف الماء والملح ما فيش دواء فيش دواء هاك بوطاس وكشوا ما فيش اعطيني 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 شنو نعطيك بها 100 نعطيني 500 هذا هو
لا طيب بالملح والماء الحبيب نعملها قرن ريحه لا لا ما بنقول السيد كان زميل ما بنقولش هذا مغني كبير هذا ما مغني مشهور ما تعرفهاش انا ما يعرفني بيه هذا اكبر المغنيين هذا شوف اش يعجب لي دير سلطه شويه زيت زيتون وتقيس حبه تاع زيتون هذا المشلح تاع الماء والملح غير تكومونسي ويكون الخبز تاع عرب ما يكونش خبز تاع حامي تاع الكسره الكسره تاع الصرا يعطينا منه راك بايت زيت زعما تطبعها تطبعها كسرايه باك يا سما انت بغيت تخبط هذه لا انا اخبطها صح ولا لا هذه هي الماكله المفيده عندك ليش لايف الدراهم يهضر ويشوفوا في الدراهم ما لا تنسى بلا ما لا بلا اي والله هذا بطا سيدي اعطيني الدراهم اتهليت ولا والو سلام خير اتهليت شويه ولا انا بغيت ندوق نتاع مصطفى شنو ندوق حتى شوف ما شفتش كيداير اوه هذا ودي شباب واه شباب ايوه شنو بيقول لك؟ ها تاني بلا هذا هو بيع بيع شباب ثم كياخذ لي الزيتون يجي يشري عليا مرحبا بي عندنا هذا مثمر عندنا يا اخويا عندنا مثمر لا ما نقولش هذا تيكون كحال كحال مثمر واه مثمر شباب مثمر ايوا عندنا لا راه هذا هذا كاين مثمر كاين هيا لينا شويه مثمر شحال نجيب؟ لينا على 700 مثمر هيا عطيها عطيها شتا هيا قلع الدهن سيدك الحبيب عبرك داير لا تليفون اصاحبي لا هذيك الصونة هذيك تاع الانترنت الصونة هذي فامين تما ايوا هذا انا فاش يعجبني خاطر كانوا يديروا له الدواء هذا تاع البيض راهم يديروا له الدواء والدواء واعر راك معايا سيري ها نيشان نيشان علاه ماكاش كيما الناتير باش عندنا حنا غير الناتير ماكاش يا هذه من نيشان هذه على رقبه الناس على رقبتكم علاه الملح والماء يعطيهم ناتير انا الخطا اللي فاتت شريت واحد 15 كيلو ولا فهمت بها رمضان ما شاء الله الشيخ راه عندنا هنا يجي عندي جوج رمضان تاع وا في رمضان اقسم بالله لا دا 7 كيلو هذا مشلح لا متمر متمر لا 7 كيلو وعلى بالك والله العظيم والله عاود جدة رمضان قلت لك جدة وا قلت لك والله العظيم شتا كي كان يهضر معايا في التليفون قال لك جيب لنا الزيتون تاع السلاطه سبحان الله والله لا قالوها لي ضربه خاطر انا نشري هما يقول لك هذا اللي جبت شباب المشري هذاك تاع البيدو فيولي ولا صفر وكلش تاع سا ديبون يكون حنان نطيبوه في خاطره انا ذاك النهار درت هذا القريب 15 كيلو تاع قسمت منها ودرت منها يا والله ما درت لها لا كيسموا غير شويه تاع ملح شويه تاع عنب ولا الاخر وتشي وهذه هي قاع رمضان ما شاء الله قلت ما شاء الله شو شو هذا كذا شو هذا بسم الله رجل تقيش السلطة هذا طماطيس بصلة شوية زيت زيتون بابا لا 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 وين فايد الحاس اخويا بارك الله فيك الله يجازيك صحيت خويا هيا السلام عليكم احسن معليك اللي جيتو كاين احنا جايين على هذا خويا